If we claim to be true Muslims, it is our obligation and paramount duty to assist all people who are facing difficulties and to strive to alleviate their pain and distress. بوركينا فاسو بوركينا فاسو بلد يفتقر الى مرافق طب العيون بصفه عامه يجب ان نعلم ان قطاع الصحه في بوركينا فاسو قد تم اهماله تقريبا <applause> إذا قدمنا جميع الأوراق وحصلنا على ترخيص للبناء. لفت ذلك انتباهي على الفور وقلت لنفسي: مركز كامل مخصص لطب العيون فقط. قال أمير المؤمنين إن هذا لن يؤمن احتياجات بوركينا فاسو فحسب بل سيلبي متطلبات غرب أفريقيا. إنه مركز يمكن أن يسمى على المدى الطويل. مرجعية دولية ما نفعله هو أننا نتواصل مع الأطباء المحليين ونحاول رفع مستوى الأطباء المحليين ولهذا أرى أنه مشروع فريد من نوعه نظر أمير المؤمنين وقال هذا مشروع لمجلس أنصار الله في المملكة المتحدة وسيبقى كذلك في عام 2005 قام امير المؤمنين بجوله في موريشيوس والهند، فشعرنا بمجرد ان سمعنا عن جولته بدافع في قلوبنا لتقديم نوع من الصدقه حتى يوفق الله تعالى امير المؤمنين ويكلل جولته بالنجاح، كانت هذه هي المشاعر التي انتابت قلوبنا، بعد المناقشه كان الاقتراح الوحيد المطروح هو ان اجراء عمليات مجانيه للعين سيكون وسيله رائعه لتقديم الصدقه في هذا الصدد، فكتبت رساله الى امير المؤمنين بهذا الخصوص وابلغته اننا نرغب في بإجراء خمسين عملية جراحية مجانية للعيون كنوع من الصدقة فرد حضرته على هذه الرسالة بخط يده وقال قوموا بإجراء مئة عملية جراحية للعيون، ثم علموني بعد ذلك في عام 2015 كانت الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس مجلس أنصار الله وقال رئيس مجلس أنصار الله أنذاك السيد شودري وسيم أحمد أنه سيكون من الجيد أن نهدي شيئا لأمير المؤمنين شكرا لله سبحانه وتعالى قدمنا طلبا لأمير المؤمنين بأننا نرغب في بناء مستشفى في بستان الهدى وهي قطعة أرض كبيرة في أواغا تبلغ مساحتها 37.5 فدانا إذا سمح أمير المؤمنين بذلك، فقبل أمير المؤمنين الطلب. وطلب من مجلس أنصار الله في المملكة المتحدة تخطيط وتصميم وبناء منشأة لطب العيون في بوركينا فاسو. ثم بدأنا العمل مع الجماعة هنا في بوركينا فاسو واتصلنا بالسيد عبد الرحمن ديالو لأنه مهندس مدني. اعمل كمقاول خاص واتولى وظائف اداره المشاريع المتعلقه بالبناء وانا اعمل مع الحكومه على تفويض اداره المشروع لذلك مع هذه الخبره تمكنا من وضع استراتيجيه لرؤيه هذا المشروع وقدمنا جميع الاوراق وحصلنا على اذن للبناء وقبلت الارض التي نقف عليها الان بان تكون الارض التي سيبنى عليها معهد مسرور للعيون بدأ المشروع عام 2017 وبعد أن وافق أمير المؤمنين على المخططات والعمارة والخطط تكرم بالدعاء على لبنة وكان من حسن حظي أن تم تكليفي بحمل هذا الطوب إلى بوركينا فاسو ووضعه كحجر أساس لمعهد مسرور للعيون في عام 2017 منذ أن بدأ هذا المشروع بفضل الله تعالى بدأت الأموال تتدفق من أجل القيام بأعمال البناء يساعدني جدا ان اقول ان عددا كبيرا من اعضاء مجلس انصار الله قد تبرعوا بالمال لهذا المستشفى لقد كانوا متحمسين لرؤيه هذا المستشفى قيد الانشاء ومع استمرار اعمال البناء استمرت التبرعات بالتدفق بدايه كانت رؤيتنا ان نجعل المبنى يندمج مع محيطه المحلي بما يتماشى مع المناظر الطبيعيه المحليه لكن المنظر الذي يمكنكم رؤيته الواجهه التي ترونها في المقدمه قد تم تعديلها بالكامل من قبل السيد ماجد حيث كانت وجهه نظره بناء شيء يبدو في غير محله تماما لقد أتيحت لي الفرصة لأكون قائدا مجتمعيا كنت رئيس بلدية كوبري بينما كنا نبحث عن أرض لبناء هذه الجوهرة التي نراها اليوم إنها فرصة عظيمة لأهالي كوبري أي بناء هذا المركز في مجتمعهم ولن نحتاج بعد الآن لسفر بعيدا من أجل علاج العيون besoin كانت المرة الأولى التي سمعت فيها عن مركز مسرور للطب العيون قبل أكثر من عام بقليل كنت أتحدث مع زملاء الذين أخبروني أن هناك مركزا قيد الإنشاء في كوبري لفت هذا انتباهي على الفور وقلت لنفسي مركز كامل مخصص فقط لطب العيون هذا سيكون الأول من نوعه في بوركينا فاسو عندما كنا نتقدم في البناء كانت هناك مساحه كبيره من الارض في الامام وفي الخلف ايضا لذلك فكرنا كيف نجعلها خضراء قدر الامكان واراد امير المؤمنين ان يكون المشروع صديقا للبيئه ومستديما لذلك تم زرع المئات والمئات من الاشجار في هذا الموقع للتأكد من أنها ستظل خضراء كما هي المستشفى قادر على العمل بالكامل على الطاقة الشمسية فسقف المستشفى مغطى بألواح شمسية تبلغ سعتها أكثر من 75 كيلو وات بينما يحتاج المستشفى إلى حوالي 60 كيلو وات لتشغيله حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. بوركينا فاسو بلد يفتقر إلى مرافق علاج أمراض العيون، يوجد عدد محدود جدا من أطباء العيون. على سبيل المثال لا يوجد سوى استاذان لطب العيون في بوركينا فاسو باكملها. هناك بروفيسور اسمه ديالو وهو منتصب للجيش وهو اخصائي عيون وخبير في مجاله. اتصلنا به للاستعانه بخدماته في معهد مسرور للعيون. بدايه يجب ان نعلم ان قطاع الصحه في بوركينا فاسو قد تم إهماله تقريباً. إذا جمعنا جميع حالات العجز، فإن التدهور البصري هو الآن أحد الأمراض الرائدة في بوركينا فاسو. من بين جميع حالات العجز، يعد ضعف الرؤية إعاقة رئيسية بنسبة 19%، مما يجعلها واحدة من أكثر الإعاقات شيوعاً. في بوركينا فاسو في هذا الوقت. مع 2% من حالات ضعف البصر التي تؤدي إلى الإصابة بالعمى. لذا فهذه مشكلة كبيرة حقًا. إنها مشكلة كبيرة يمكن تفسيرها من خلال نقص البنية التحتية والموارد البشرية، وربما السياسات والعديد من القضايا الأخرى. نحن نواجه تحديات كثيره ومنها تحسين صحه العين لجميع مواطني بوركينا فاسو لدينا عدد كبير من المرضى الذين يعانون من المياه الزرقاء لذلك نود ان نكون قادرين على اكتشاف هذه الحالات وعلاج المرضى قبل ان تصاب العين بالعمى نتيجه ذلك وهذا احد التحديات الرئيسيه التي نواجهها <applause> الغرض من معهد مسرور للعيون ليس علاج أمراض العيون فقط. الهدف الأول هو التعرف في المعهد على المشكلة الحاصلة في العين، ومن ثم تقديم العلاج فيه. الأشخاص الذين يجرون عملية العين يقومون بعمل مركب. وبالتالي فإن الشرط الأساس هو تدريب هؤلاء الناس بطريقة أو بأخرى. لم تكن لدينا المرافق اللازمة لتزويدهم بالتدريب. ما نحاول القيام به هنا هو تدريب الأطباء المحليين، ومن أجل القيام بذلك نحن نأتي بانتظام كأعضاء هيئة تدريس دوليين للمساعدة في تعليم وتدريب الأطباء المحليين على كيفية تقييم المرضى، وأيضاً على كيفية إجراء الجراحة. لا سيما بعض العمليات الجراحيه الاكثر تعقيدا التي لم يعتادوا اجراءها في بوركينا فاس ثم وكجزء من معهد مسرور للعيون في المستقبل لدينا قاعه تضم اكثر من 160 مقعدا مجهزا مما يسمح لنا باستقبال الطلاب للتدريب ويمنح الطلاب الفرصه لمتابعه العمليات الجراحيه التي يتم اجراؤها في غرفة العمليات في وقت واحد. سيكون من الجيد ان تكون قادرا على اجراء عملية جراحية للمرضى بجميع الاساليب الحديثة التي نريدها. نحن نعمل حاليا بشكل اساسي من خلال الطرق البديلة، ولكن الطريقة الاكثر شيوعا هي استحلاب العدسة وهي ليست منتشرة جدا هنا. ونود ان نكون قادرين على الاستفادة من هذه التقنية ايضا. لم ندخر جهدا للتاكد من ان هذا المعهد مجهز بافضل المعدات الممكنه التي تغطي مسار رحله المريض باكملها فيما يتعلق باجهزه التشخيص لدينا احدث الاجهزه التي تستخدم لفحص العين لتقييم الوظيفه البصريه والتقاط الصور الفوتوغرافيه والصور للعين طورنا بمساعدة الأطباء والفرق المحلية نظامًا يمكننا من تخزين جميع التقارير والصور مركزيًا. جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا مرتبطة بخادم الشبكة الرئيسي الداخلي. لدينا أفضل المجاهر المتوفرة حاليًا لإجراء جراحة العيون. في الواقع فإنه مجهر مشابه جدا للمجهر الذي أستخدمه في المملكة المتحدة. كان عندي لقاء مع أمير المؤمنين وقلت له أمير المؤمنين لقد أوكلت هذه المهمة إلى مجلس أنصار الله في المملكة المتحدة وقد تشرفنا كثيرا بتكليفنا بهذه المهمة لقد وصلنا الآن إلى نقطة وهي أننا نطلب من حضرتكم إخبارنا لمن يجب أن نسلم هذا المعهد. حتى يتمكنوا من البدء في التخطيط لكيفيه ادارته فنظر امير المؤمنين وقال هذا مشروع مجلس انصار الله وسيبقى كذلك Bonne nouvelle pour les centaines de milliers de personnes malades des yeux. Il y a salué l'inauguration du centre médical ophtalmologique Masrou, un centre entièrement financé par la communauté islamique Ahmadiyya. La Jamaat islamique Ahmadiyya en est l'initiatrice, mais le centre reste est ouvert à tous, sans distinction. Il est pour les spécialistes un centre médical ophtalmologique de dernière génération. Offre des possibilités

أشكر الله أن هذه العملية سارت على ما يرام، وأشكر أولئك الذين تدخلوا لإجراء هذه العملية، أشكر الله كثيراً وأنا ممتن أيضاً للأطباء، لأنني عندما جئت إلى هنا لم أكن قادراً على الرؤية، لكنني أشكر الله على إجراء عملية جراحية لعيني اليمنى، والآن يمكنني الرؤية بوضوح. كنت أشعر بالضيق لأنني لم أستطع الرؤية. لكن الآن بعد العملية أشعر بتحسن كبير. لقد جئت إلى هنا لتحسين بصري. بعون الله أشعر بتحسن الآن وأشعر بسعادة أكبر الآن. لسنوات طويلة أصيبت عيني اليسرى برضة وفقدت بصري. كما أصبحت عيني اليمنى ضعيفة. لذلك اتيت الى هنا لانقاذ بصري اود ان اشكر ايضا المتبرعين اولئك الذين تبرعوا من جيوبهم لبناء هذا المستشفى في بلديه كوبري يجب ألا ننسى أيضاً فلسفة المعهد، فلديه رؤية مفادها أن هذا المركز سيتم تصميمه وإدارته من قبل السكان المحليين ومن أجلهم. وهو مركز يمكن أن يسمى على المدى الطويل مرجعاً دولياً، وهذا يعني أن الرعاية التي سيتم تقديمها هنا في هذا المعهد يجب أن تكون بنفس معايير الرعاية المقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا. كان هناك رجل مسن وعمى في منطقتنا إعتاد التسول. لقد كان فقيراً جداً وكلما جاء كان دائما يقوم باستعطاف مؤثر جدا. كان يردد جملة: "أيها المبصرون، يجب أن تعلموا أن العيون نعمة عظيمة." نعم <applause> الحمد للرحمن ذي الآلاء نثني عليه ببكرة وعشاء ما أخبر الناس عن هذا المشروع أعتقد أننا جميعا نريد أن نترك شيئا وراءنا في هذا العالم نريد إرسال شيء ما إلى العالم الآخر شيء يمكن أن نأخذه معنا لذلك هذه صدقة جارية للأجيال القادمة حسب ما آمل بهذه الطريقه وصلنا للناس في المملكه المتحده وندائي الى العالم كله والى اي شخص يشاهد هذا الفيلم الوثائقي هو يمكن لاي شخص بسهوله ان يشارك في هذا المشروع هذه صدقه جاريه لا يستفيد منها المرضى فقط بل المتخصصون الذين سيتدربون في هذا المكان ومن ثم المرضى الذين سيتم علاجهم فالامر هو الدعاء والدعاء والدعاء فقط مسیم علیہسلات وسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے چنانچہ خود فرماتا ہے و اللہ عروف بلباغ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں وقف وقف کر دیتے ہیں اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں مگر جو لوگ دنیا کی املاک و جداد کو اپنا مقصود بذات بنا لیتے ہیں وہ ایک خابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں ہے سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو ما دام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کرنے میں ہمیشہ بڑھتے چلے جانے والے ہیں